فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لبس اللباس الذي صنع من جلود حيوانات مفترسة ميتة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز لبس جلود السباع ولا الركوب عليها ولا استعمالها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا صلى فيها فهل صلاته صحيحة؟ ما دامت سافرة لعورته صلاته صحيحة، لكن مع التحريم ومع الإثم. نعم، مثل الثوب المغصوب. نعم.